السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا في قناة منح من كل العالم. المنحة التي سوف أقوم بتقديمها اليوم هي منحة جد ممتازة، هي منحة جامعة بروناي. الدولة المستضيفة لهذه المنحة هي بروناي دار السلام، وتعتبر بروناي من أغنى الدول في العالم وكذلك في آسيا بالنسبة للمعيشة وكذلك بالنسبة للدراسة والحصول على فرصة عمل لمالها. بالنسبة للدولة المتاحة لها التقديم، جميع الدول المتاحة لها التقديم منها الدول العربية كالمغرب، مصر، الجزائر، تونس، موريتانيا، سوريا، العراق وغيرها من الدول العربية الشقيقة. بالنسبة للجهة المانحة لهذه المنحة هي University of Brunei دار السلام Scholarship، يعني جامعة بروناي دار السلام اللي هي التي سوف تقوم بتوفير هذه المنحة. بالنسبة للمرحلة الدراسية فهناك مرحلة الماجستير والدكتوراه. أما بالنسبة لمميزات المنحة، رسوم الدراسة كاملة بالمجان، توفر لك كذلك تذاكر الطيران من بلدك إلى بروناي ذهابا وعودة مجانا من الدرجة السياحية، وكذلك توفر لك راتب شهري قدره 500 دولار بروناي. سكن جامعي ممتاز متوفر به كل شيء، يعني سوف يوفرون لك سكن جامعي متوفر فيه جميع المستلزمات، وهناك وجبات الطعام كذلك، يعني توفر لك راتب شهري مع وجبات الطعام، وكذلك توفر لك مصاريف الأبحاث والكتب بتمويل 2000 دولار بروناي كذلك. بالنسبة للدراسة فهي تعتبر في بروناي من أغنى الدول الإسلامية وأفضل جامعات في جامعات العالم. بالنسبة للتخصصات المتاحة، تقريبا جميع التخصصات متاحة ومتوفرة في هذه الفرصة. إذا كان لديك تخصص أدبي متواجد، تخصص علمي، اقتصادي، فهو متواجد كذلك، يعني تقريبا جميع التخصصات متوفرة في هذه المنحة. بالنسبة لمدة الدراسة منقسمة لثلاث فئات. بالنسبة للماجستير في الدورة الدراسية ستكون مدة الدراسة 12 شهرا بدوام كامل، وبالنسبة للماجستير عن طريق البحث مدة الدراسة تكون في 24 شهرا، يعني سنتان بدوام كامل. أما بالنسبة لمرحلة الدكتوراه سوف تكون في 63 شهرا بدوام كامل، يعني 3 سنوات. بالنسبة للشروط للتقديم، هذه المنحة ليس بها حد أقصى للعمر، إذا كان سنك 40 45 أو ما فوق يمكنك التقديم عليها، فهي ليس فيها حد أقصى للعمر. وهذه المنحة لا تحتاج شهادة اللغة الإنجليزية بشكل إنزامي عند التقديم، يعني يمكنك التقديم بدون إرفاق شهادة اللغة الإنجليزية لأنها ليست إنزامية، ومتاحة للتقديم للخريجين أو الطلاب إذا أنت في آخر سنة من المؤهل الحالي. مثلا إذا كنت تريد التقديم على الماجستير وأنت في السنة الثالثة من مرحلة الليسانس، يمكنك التقديم فقط بتقديم آخر مؤهل حصلت عليه، يمكنك التقديم على الماجستير. وكذلك إذا كنت في آخر سنة من الماجستير وتريد التقديم على الدكتوراه، يمكنك التقديم فقط إرفاق آخر مؤهل حصلت عليه. أما إذا كنت حاصل على الماجستير في بلادك وتريد التقديم على الماجستير كذلك في دار السلام، يمكنك كذلك، فهي متاحة كذلك. بالنسبة للمستندات، المستندات المطلوبة أو الأوراق، يجب عليك مال أبليكيشن أونلاين، توفير صورة جواز سفر خاصة بك، إذا لم يكن لديك جواز سفر يمكنك تقديم بطاقة وطنية، ولكن من المستحسن أن يكون لديك جواز سفر. يجب عليك إرفاق كشف الدرجات لآخر مؤهل دراسي حصلت عليه، ورقة حسن السيرة والسلوك. ورقة حسن السيرة والسلوك يعني أنت ليس لديك سوابق في الإجرام أو سوابق أخرى. وكذلك يجب عليك توفير اثنان من خطابات التوصية تكون أونلاين، وكذلك خطة بحث للدكتوراه السيرة الذاتية. بالنسبة لكيفية التقديم، كيفية التقديم هناك مرحلتان من التقديم. المرحلة الأولى يجب عليك مال أبليكيشن التي سوف تجدون هنا بالضغط على من هنا، سوف نقوم بالضغط عليه بعد قليل. المرحلة الثانية وهي الأخيرة بعد التقديم عبر الأبليكيشن عبر الأونلاين، سوف تقوم بإرفاق الوثائق. هذه الوثائق تكون وثائق على شكل ورق مصادق عليها، من المستحسن أن تكون مصادق عليها، نسخ مصادق عليها، وتقوم بإرفاقها هنا. بعد قبل إرفاقها إلى هذا العنوان، سوف عندما تقوم بالتقديم على الأبليكيشن سوف تحصل على كلمة، يعني كود خاص بك. هذا الكود الخاص بك سوف تقوم بكتابته في الظرف خارج الظرف الكبير، سوف تقوم بكتابة الكود الخاص بك مع الأوراق
إلى وتبعته إلى هذا العنوان هنا. بالنسبة لآخر موعد للتقديم، آخر موعد للتقديم سوف يكون في 31 يوليو 2021. الآن سوف نذهب للاطلاع على المعلومات المتعلقة بهذه المنحة بالضغط على موقع على خانة الإعلان الرسمي للمنحة للاطلاع على المعلومات المتعلقة بها، بالنسبة للتمويل وكذلك الأوراق المطلوبة ومن هم الذي يمكنهم التقديم على هذه المنحة. هنا سوف تجدون المعلومات المتعلقة كلها. إذا كنتم تريدون ترجمتها باللغة العربية يمكنكم الضغط هنا اختيار اللغة العربية كمثال، هنا سوف تجدون جميع المعلومات المتعلقة اللي يجب يعني من هم يعني اللي يمكنهم التقديم. هنا بالنسبة للمنحة كذلك سوف تجد جميع المعلومات المتعلقة بهذه الفرصة هنا. بعد قراءتكم المعلومات المتعلقة بهذه المنحة سوف نقوم بالذهاب للتقديم هنا والضغط على هذه الأيقونة من هنا للذهاب إلى الموقع الخاص بالتقديم وإدخال المعلومات المتعلقة بنا منك الاسم الشخصي الاسم العائلي وكذلك الإيميل وإرفاق جميع الوثائق وكذلك اختيار يعني المرحلة التي نريد الدراسة، نريد دراسة مرحلة الماجستير أو الدكتوراه وكذلك اختيار التخصص. هذا وهنا سوف تجدون المعلومات المتعلقة بهذه المنحة. هنا سوف تجدون بأن بالنسبة للطلاب الدوليين يجب عليهم إرفاق الوثائق على شكل وأوراق يعني النسخ مصادقة عليها على هذا العنوان. الآن سوف نذهب هنا سوف نقوم باختيار اختيار الأول يعني أي مرحلة نريد، مرحلة الماجستير أو الدكتوراه كمثال أريد مرحلة الماجستير، سوف أقوم باختيار ماستر أوف إيكونوميكس أوف ريسيرش وأكون هنا سوف أختار مثلا education courses وبعد ذلك part time no أريد يعني يكون full time وهنا سوف أقوم باختيار ماستر مستر كمثال أو ميسز إذا كنت ذكر سوف تقوم باختيار مستر، كنت أنثى أو امرأة أو بنت سوف تقوم باختيار ميس ميسز وهنا سوف تقوم بكتاب الاسم الكامل الجنسية، سوف تقوم بإدخال معلوماتك المتعلقة هنا race choose your race يعني من أين أنت، هنا سوف تقوم باختيار other إذا لم تجد خاصة بك سوف تقوم باختيار other، هنا سوف تقوم بكتابة Arabic religion مسلم، هنا سوف تقوم بإدخال المعلومات، بعد ذلك هنا سوف تقوم بإدخال العنوان الخاص بك هنا، بعدها بعد إدخال العنوان وكذلك كتابة الرقم الهاتف الخاص بك وإدخال الإيميل، إذا كان لديك سكايب يمكنك إدخال، إذا لم يكن لديك فهو ليس إلزامي. بالنسبة للخانات الإلزامية هي على هذا الشكل بالحمراء هي الإلزامية، أما الخانات التي ليس فيها هذا الشكل هذا الرمز فهي ليست إلزامية. وهنا سوف تقوم بكتابة الشخص يعني emergency contact يعني الشخص الذي سوف يقوم باتصال به إذا كان شيء استعجالي، سوف تقوم بكتابة المعلومات الخاصة بذلك الشخص، يمكن أن يكون أخوك أمك أبوك واحد أي شخص قريب لك. وهنا سوف تقوم بكتابة كذلك شخص قريب لك، سوف تقوم بإدخال معلوماته مثلا هنا سوف تقوم بإدخال معلومات الأب الخاص بك، هنا الأخ أو الأخت أو الأم، وبعد ذلك application detail هنا research publication إذا كان لديك أي مقالات قمت بكتابة مقالات يمكنك إدخاله هنا، إذا لم يكن لديك أي مقالات قد قمت بكتابتها من قبل يمكنك أن تتركها فارغة فهي ليست إلزامية. وهنا purpose field study إذا كنت تريد التقديم على دكتوراه فأنت ملزم بإدخال اسم الموضوع التي تريد أن تقوم بالبحث من خلاله وكذلك إرفاق يعني تقريبا يعني مقدمة من هذا البحث الذي سوف تقوم بتقديمه إذا تم قبولك في هذه الجامعة. وهنا employee detail هل أنت تعمل، إذا كنت تعمل يمكنك الضغط على yes، إذا لم تكن يمكنك أن تتركها no. وهنا work experience if any فهي ليست إلزامية بل اختيارية، هنا إذا كنت قد قمت بعمل كان مدفوع الأجر أو غير مدفوع سوف تقوم بكتابة المعلومات، إذا لم تقم بأي عمل يمكنك أن تتركها فارغة فهي ليست إلزامية. وكذلك إذا كان لديك قد قمت بفترة تدريب يمكنك كتابتها هنا كذلك. Funding detail وهي خاصة بالمنحة. Are you apply for application for scholarship؟ Yes، أنا أريد التقديم على والحصول على المنحة. هنا سوف يقول لك ما هي اسم المنحة، سوف تذهب إلى موقعنا وتقوم
كوبي والذهاب، وبعد ذلك الضغط على هنا. بعد إدخالك اسم المنحة التي سوف تحصل عليها، هنا يسألك Have you been awarded with any scholarship in the past؟ هل حصلت على منحة دراسية في الماضي؟ إذا لم تكن حاصل على منحة دراسية في الماضي سوف تقوم باختيار No. إذا كنت حاصل عليها سوف تقوم باختيار Yes. وهنا إذا كنت تريد سوف تقوم بالتقديم على الدكتوراه، سوف تقوم بملء الخانات هنا. Are you applying for the UABD scholarship؟ Yes. هنا كيف علمت بهذه المنحة؟ سوف تقوم باختيار Other وإدخال اللينك الخاص بقناتنا مثلا هنا. سوف تقوم بالذهاب إلى هنا والضغط على كوبي والذهاب واختيار هذه. بعد ذلك Have you been awarded with this scholarship or other scholarship in the past? No. يسألك هل حصلت على هذه المنحة من قبل؟ سوف تقوم باختيار No. بعد ذلك سوف تذهب إلى Scholar Institute Audit. هنا سوف تقوم بكتابة إدخال المعلومات الخاصة بالدراسات السابقة أو الدراسة الحالية. سوف تقوم بإدخال الجامعة كاسم الجامعة، بالنسبة يعني التخصص التي أنت فيه، ثم المعلومات الخاصة بدراستك الجامعية. وهنا سوف تقوم بكتابة المعلومات الخاصة باللغة الإنجليزية أو شهادة اللغة الإنجليزية إذا كنت حاصل عليها، فهي ليست اختيارا if applicable. بعد ذلك هنا سوف تقوم بإدخال أسماء الريفرنسز، أشخاص الذين سوف يقومون بالتوصية من أجلك. ومن المستحسن أن يكونوا أشخاص أكاديميين يعني أساتذة. هنا سوف تقوم بكتابة الاسم، كذلك organization يعني اسم الجامعة، العنوان الجامعة أو الكلية، البوزيشن ديال هذا الشخص، هل هو أستاذ أو موظف أو على حسب بوزيشن الخاص به، وكذلك إدخال إيميل خاص به، وكذلك رقم الهاتف. بعد ذلك الشخص الثاني كذلك نفس الشيء. وهنا يسألك هل لديك أي، هل أنت مريض؟ إذا كنت مريض ولديك أي شيء، يعني كان مريض بالسكر لا قدر الله، سوف تقوم بكتابة ياس وإدخال المعلومات. إذا لم يكن لديك أي مرض مزمن سوف تقوم باختيار نو والذهاب إلى الصفحة الأخرى. وهنا في الصفحة هذه File Uploaded سوف تقوم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة. ما هي هذه الوثائق؟ سوف تذهب هنا وسوف ترى بأن الوثائق المطلوبة هنا، سوف تجدها هنا، كصورة جواز سفر، كشف درجات لآخر مؤهل دراسي، ورقة حسن السيرة والسلوك، إثنان من خطابات التوصية، خطاب باحث، وكذلك السيرة الذاتية. بعد إرفاقها هنا بالضغط على أدد وإدخالها هنا، سوف تذهب هنا والضغط I agree on the team. وهنا سوف تقوم بإدخال الكلمات المتواجدة هنا والضغط على Submit. بعد الضغط على Submit سوف يقومون بإرسال لك الكود الخاص بك، يعني واحد كلمات أرقام خاصة بك، وهذه الكلمات سوف تجدها إما عبر في الإيميل التي سوف يقوم بإرسال لك إيميل، أو بعد الانتهاء من Submit سوف يظهر لك الرقم. هذا الرقم سوف تقوم بكتاب إدخاله وإرفاقه في الغلاف التي سوف تقوم بدفعه عبر هذا العنوان. وهنا سوف تقوم بكتابة في هذا الظرف العنوان، ومع هذا العنوان فوقه سوف تقوم بكتابة الكلمات يعني الأرقام التي قاموا بإرسالها لك الخاصة بك. هذا هو الكود الخاص بك أنت شخصيا. وهنا بعد الضغط على Submit تكون قد انتهيت من التقديم على هذه المنحة. إذا كان لديك سؤال يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بنا، وسوف تجدون رابط التقديم على هذه المنحة كذلك في صندوق الوصف. شكرا على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.